عايز اسالك عن الفرقه حاليا، لانه تعرف تعادل الاهلي مباراه انا شرحت كويس قوي في بدايه الحلقه ما حدث في مباراه الاتحاد، لكن في النهايه ضاعت نقطتين من النادي الاهلي. فناس يقول لك الاهلي اللي تالق بشكل غير عادي امام العين الاماراتي وعمل المباراه العالميه دي، الشوط الرائع امام سيراميكا والفوز بخماسيه وحاله جيده، وحتى مباراه زد رغم ان الفوز كان 1-0 فقط لا غير، لكن الجماهير كانت راضيه. احيانا بتبقى غير راضيه على الفريق، احيانا بتبقى عايزه تطمن على اللعيبه، يطمنوا على وسام، يطمنوا على حاله كهربا، يطمنوا على هل اللعيبه اللي قاعده ممكن يبقى لهم دور اساسي. نقاط مهمه جدا بتدور او اسئله كثيره جدا بتدور في اذان جماهير النادي الاهلي. وده حقهم طبعا، طبعا جمهور النادي الاهلي دايما عاوز يكسب، عاوز اداء بشكل كويس، لكن طبعا في ظروف احنا بنعيشها واللعيبه بتعيشها، ضغوطات كتيره، ماتشات بشكل كبير ما بتلحقش اللي انت تعمل حتى استشفى، يعني كل صحيح. 3 ايام مباراه مختلفه بقى متباينه، يعني سواء انت بقى بتلعب مستوى عالي قوي ماتش العين وماتش المصيري وبطوله، فبتبقى توصل ازاي من اكتر لاقصى الماتشات اللي انتوا استعدتوا له ذهنيا وبدنيا ما طبعا ده. فنيا وكل حاجه؟ وفي نقطه مهمه برضو يا كابتن شوبير، دايما يعني لاحظ ان كل المباريات اللي بيبقى فيها جمهور النادي الاهلي موجود معانا صحيح كده، بتدينا قوه كبيره جدا، يعني بتدي اللعيبه مسؤوليه كبيره جدا، يعني اتمنى طبعا من خلالك طبعا ان احنا نرجع تاني، الجمهور يرجع تاني. والله الحقيقه مجلس الاداره عامل مجهودات غير عاديه يعني. اتمنى نعم. طبعا، لان نقطه مهمه جدا، حتى لو اللعيب مش في قمه تركيزه الجمهور هو اللي بيزق، هو اللي بيديله الدفعه، هو اللي بيخليه يبقى عنده حافز دايما ان هو يلعب ويكسب ويعمل اداء كويس. يعني انا ما بقولش مبرر، لكن انا عاوز اوصل للناس ان اوقات كتيره جدا يعني يبقى في جهد بدني، جهد ذهني، في سوء توفيق او قله توفيق. يمكن النهارده يمكن الناس برضو ما بتاخدش بالها، يمكن ماتش الاتحاد حضرتك قلت ممكن لو الناس رجعت للماتش كويس فنيا هتلاقي كميه فرص غير طبيعيه، طبعا وممكن كان في ضربتين جزاء برضو لو كان في برضو يعني الفار كان دخل في توقيت مناسب، اعتقد كانت هتبقى برضو تفرق معانا يعني. لكن برضو اللي انا عاوز اقوله ان في اوقات كتيره ممكن يكون ما عندكش توفيق، ممكن يكون برضو باد لك، ممكن يكون احنا برضو اللعيبه عندها جهد بدني شويه، فعهدنا دايما بجمهور النادي الاهلي اللي هو دايما بيزق الفرقه، اللي هو دايما ورانا، اللي هو دايما ورا اللعيبه دي، اللي وهي فرصة أنا وأنت نتوجه بنداء لجمهور النادي الأهلي، محتاجينكم مش الماتش الجاي بس، احنا الماتشات محتاجينكم الجاية على كلها طول، أنتوا احنا محتاجين، بتفرقوا جدا احنا يعني. محتاج انا قلت لحضرتك جملة مهمة جدا ان جمهور النادي الاهلي ده هو كلمة السر في وجود ده النادي صحيح. الاهلي ده، فهو دايما اللي بيحرك الناس ديت، يعني اوقات كتيره جدا بيخش ناس عشان يهدوا استقرار الفرقه دي بغض النظر عن انتماءاتهم يعني، لكن دايما يعني ان الانسان الناجح او الكيان الناجح اكيد بتلاقي ناس كتيره طبعا متربصين ليهم يعني. لكن عهدنا وزي ما حضرتك قلت ان احنا بنناشئ النادي الاهلي ان انتوا دايما تبقوا معانا في ظهرنا، مش بعد، لا ده قبل، قبل كمان يعني. واحنا طبعا بنوعدكم ان احنا دايما هنعمل اقصى حاجه واللعيبه بتعمل اقصى حاجه، لان في الاخر اللعيبه دول بشر يعني، يعني كميه ضغوط غير طبيعيه، غير طبيعيه بيتعرض لها يعني، أكيد سواء على أكيد. المستوى بقى الفني، سواء على المستوى الذهني، سواء على حتى يعني لما يعني في لعيبه جدا جدا بتتاثر بالكلام مش اللي عايز بيحصل في أكلم. السوشيال ميديا، يمكن وبعد كده الاراء بتتغير في شكل بشكل كبير جدا ما يعني، بين شوط والتاني، مش ما وبين بين ماتش والتاني، بين طبعا شوط والتاني طبعا يعني. ففي يعني شوف لعيبه طاهر دلوقتي بسم الله ما شاء ما الله. شاء الله يعني، ودي برضو بتدل ان شخصيه ان لعيبه النادي الاهلي شخصيه قويه جدا. طبعا النهارده في لعيبه كانت بتتعرض لضغط رهيب رهيب، النهارده ما شاء الله جمهور النادي الاهلي بيدعمها، فما بالك بقى لو دعمها في الاوقات اللي هو بيبقى ضعيف فيها، صح، هيوصل لمرحله وهما تانيه السبب كبيره جدا وصلنا يعني. لكده قدام العين طبعا بصراحه. طبعا انا دايما يعني، بقول مباراه طبعا العين يعني. دي نقطة فارقة في التشجيع يعني، لا 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 لا، يعني دايما يتقال ما قبل العين وما بعد هو العين. يمكن الراجل هو نعم. اتكلم في النقطة دي وانبهاره بالجمهور في ماتش العين دوت، هو مش مصدق يعني، لا مش طبعا. مصدق ان في جمهور كده يعني، لا ويقول هو لو هو جمهور شاف عاشق فعلا. طبعا يعني، يعني مش ناس بتشجع لمجرد التشجيع، لا ده واحد يعني تحس ان هو بيشجع من قلبه او بيشجع اكن مثلا لا ده حتى ابنه، منه فعلا. اكن حتى منه يعني،